شوفوا تقريبا وصلت. هذا الجسر هذا اللي هو عبر النهر اتوقع والله. فتقريبا وصلنا. نهر ينق اذا مش غلطان. يلا حياكم الله. الان وصلنا النهر، نهر بينق في شينغ ماي. شوفوا هذا المكان استكشفته انا في الليل ذاك اليوم. يا سلام على الاجواء، جو بارد حلو. فبنجرب. طبعا احنا مش في هدف الصيد، الصيد يعني مثل ما تقول تسلية. زين بعد صدنا لنا سمكة ولا سمكتين. زين طبعا ما اخذت انا فحم، ما اعرف انا بصيد ولا ما اصيد، هذا رزق بيد الله سبحانه وتعالى ما تعرف. فاذا صدت ان شاء الله بروح 7-11 على الدار هني طيب للفحم، ايش بضوي هني. زين يا سلام اشوف يا اخي كانت فيلسه شوي تحت، كان مش المنسوب الماي زايد فوق يعني. الظاهر منسوب المياه مرتفع مال النهر من الامطار هاي الاسبوع اللي طاف، كلها مطر يوميا. شوفوا ارتفع منسوب المياه، اني اذكر كانت يلسة هناك. سبحان الله. شوفوا هني حد شاب ضوة بعد، خلنا نشوف شو هني. لا ما يصلح، هذا احسن مكان. خلاص الحين بنضبط سنارتنا. زين عاد والله نسيت بعد حتى ربطة الخيط بعد يباني اتذكر شوي، بس خلني الحين نشوف. شوفوا لازم في سمك، مستحيل ما في نهر عنب وما في سمك. يا سلام على الاجواء، جو عالمي يا اخي. يلا خلنا اضبط سنارتي. شوفوها طبعا اخذت اصغر حجم، هذه بخبركم قصتها، قلت لكم يوم بوصل النار بخبركم قصتها. جالس على التيك توك واجلب في الفيديوهات كذي هذه، ولا يطلع لي دعايه يقول لي شوبينج 150 بات كوبون فري مع توصيل مجانا. قعدت ادور في المتجر مال تيك توك واحصل لي مال الصيد سنارات، قلت بس غايته ب 260 مدري كم، واستخدم الكوبون توصيل فري وخصم من المتجر. طلعت علي كلها السنارة هذه يا طويلين العمر والله ما تصدقون 49 بات. اخذت اصغر حجم عشان سهولة الحمل، فالحين بنركبها جديدة اول استخدام. طلعت علي 49 بات، التوصيل 3 ايام 4 ايام، وصلتني اصلا ثاني يوم. زين خلينا نشوف. ايوه كذي حطها. زين الحين مع عدتها بعد والله العظيم انصدمت، قلت يعني ابوه كل هذا بلاش يعني قيمه 5 دراهم يعني سناره مع العده. شوفوا العده تنصدمون. هذا الكاب احتياط. زين شوفوا مع عدتها الجرس اللي يتعلق فوق عشان هذا، وهذا ما ادري شو دود صناعي، وهذا بعد ما ادري. زين وهذا بعد خيط ترقيع، وهذه البكره. كيف الطريقه؟ زين نفتحها مني اظني. ايوه يا اخي من زمان، اخر مره من 3 سنين يمكن اكثر كنت اصيد فنسيت والله. اسمع لي مش يعني عملية صعبة يعني. خلاص ها. لا 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 بالعكس. صبر صبر
الخيط لازم يكون الجهه الثانيه. الحين هذول يطالعوني تحسبوني محترف انا، هذه اجنبيه سايحه. تعالي بعلمك الصيد. زين ايوه كذي اوكي، لازم تكون جهه الخيط للامام وهذا القفل. طب طب هذا يوم تفر خيطك تفتحها القفل، بعدين تسكر عليه. الحين نضبطها. شوفوا هذه منتجعات هنا على النار، فنادق مش غالية بعد، رخيصة. حلو الحين اوكي. الحين شو لازم نحط الخيط؟ طبعا الميدار جهزته انا، ربطته بس ناسي الربطة الصحيحة، يعني ربطته يا كرام، المهم انه ما يطيح. بس هذا الجرس هذا يتعلق فوق هنا، خلي الحين وش في حاجته. وهذا الميدار زين، شوفوا ربطته بهالطريقه. طبعا كل شيء جاي معاها سناره، مش ناسين حاجه، حتى سمكه صناعيه وفيها ميادير ابو 3-2، بس هذه حق سمك العود اظني، انا مش خبير يعني صيد، بس كنت اصيد دائما الميدار العادي. عاد هذا ما ادري عود ولا صغير، والله نسيت. فاني الشيء الوحيد اللي ناسيه ثقل ما حصلت. فبنشوف لنا اي حصى ولا حجر صغير. يلا خلونا نضبط ونرجع نصور مره ثانيه. حياكم الله. هذه شوفوا الحجم، فنانه. ها طبعا اصغر حجم، في اكبر وسط بعد، في اكبر. يلا ضبطناه ولا يتعلق هذا فوق هنا عشان اذا صادت يتحرك، تعرف انك صدت. يلا خلينا بس الخيط الحين بنضبطه. ما عندي، فشو بسوي؟ بجرب بدون ثقل اول شيء، لان اشوف الماي عدالي هنا قريب. ضبط لان بحط الطعم الحبار النغر، ففي وزن شوي بعد هو الحبار. بحاول اذا ما ضبط اشوف لي ثقل. تمام يلا براويكم الحين كيف طريقه الحبار. يبالي بس اقصه اقطعه، خلوكم معانا. طبعا شوفوا اللي يعرف الطريقه كيف، هذا تفتح القفل شي زين اسرع، لكن اشوفوا شي عشان ما يتشربك الخيط عندك. شوي خليك حلو. الحين اخذنا كفايه، اقفل عليه الدخله في هالفتحات، هذه الفتحات هذه. والله ما ضبطناها. حلو. لا مو بسيدة. ايوه لازم تكون سيدة الحلقات هذه اللي تنحط فيها الخيط. حلو. ايوه الحين ندخله في الحلقات هذه لين النهاية، وبعدين نعلق الميدار. الميدار اللي هو هذا، شوفوا كيف ضبطته، بس ما فر خيطي بدون ثقل. بشوف احاول
ما ضبط ادور لي ثقل بعدين. الثقل طبعا يكون حديد لها اوزان متعدده عشان شو يروح بعيد خيطك وينزل في العمق. فنحن بنحاول نحن على النهر مش يعني بحر. بجرب يلا طريقة زين وحني وحني وينك؟ ايوه حلو. لا يبالي بعد كم اجربك الخيط هني. ايوه اوكي مضبوط تمام. وصلنا وصلنا الحين. هذه اخر وعنده لحظة هذه تتحرك فيها قفل هي وين قفلها؟ ايوه هذا شوفوا مني هذا القفل. الحين خيط ما عاد يسحب زين. هذا القفل طب خلاص اوكي مضبوط. طبعا مش هاي كواليتي هذه اللي في سنارات يا اخي عالميه لكن احنا تجربه يعني. بس خلاص يا بلاش 49 بوت الطعم قيمة السنارة اللي اخذناها في الساعة 40 بوت. يلا بنجرب الحين. انا عندي مشكلة في البطارية والكاميرا مستهلكة الظاهر اكثر عن سنة يمكن سنتين. فشوفوا هذه المسكة مال البطارية يوم تسحبها من الكاميرا يوم تعلق او تعمل ريستارت او حاجة انكسرت. البطارية الحين تمت في الكاميرا ما عاد تظهر. بعدين بنشوف في المول كم ناخذ لنا وحدة جديدة ولا نحاول نظهرها. هذه يلا كملنا الفيديو في حال اذا صدنا يعني اسمحوا لنا لان البطارية خلاص ما عاد تظهر من الكاميرا. شوفوا قبضتها انكسرت حياكم الله. طبعا سنارتنا الحين اصبحت جاهزة ضبطنا الخيط وكل حاجة زين. وهذا حطينا الطعم الطريقة هذه زين. وبحاول بدون ثقل لانه ما عندي. اذا ما ضبط طبعا بدور لي شيء حجر ولا اي حديد صغير او اي حاجة. يلا حياكم الله. الحين شو سويت انا ما يصلح بدون ثقل فحصلت لي غرشة خالية واحطها في السنارة عشان شو الخيط يروح بعيد. الحين فريت خيطي انا وخيطي راح زين. بس بنضبط الخيط الحين والله يستر ما ندري. سوادي كاب هاو ار يو ها يا تراي فيرست تايم ما يرو تراي يس سبايدي ماي يو فروم شينغ ماي شينغ ماي شينغ راي جود جود. السالفة مال غرشة انزين وكان بيشير خيطي فهذا مسكين ياب لي هاي طوافة ما ادري شو. بس هاي ما ظن يا ابوها ما احتاج. ايوه راويت الثقل اعطاني. اوه جود جود فالحين بنحاول ركبه. السلام عليكم. الحين ضبطناها شوفوا حطينا فيها طوافة ثقل وهذه
الحين معلق الجرس. نوت فار. اوكي. يس. جزاه الله خير، ساعدنا بعد هذا. ثانك يو كوبن كاب. اوكي فيري جود فيري جود. شغل صح يا حبيبي، والاجواء حلوه، شينغ ماي في تايلاند. حياكم الله. مع هذه الطوافه اللي هي ترفع الخيط فوق ما في فايده، فغيرنا الطريقه شليناها الحين. فرينا الخيط يعني مع الثقل، بس الطعم والثقل ان شاء الله تصيد. طبعا للحين ما صادت، فبغير الطعم. سينغ سونغ سام. اوكي. بس اوكي تعلمنا يا ريال من الخبرة. وهذا مسكين طيب حصلت لي على الشاطئ. المطر الحين شوفوا، يا سلام على الاجواء، بس ما في غير من الكون. طبعا خليت السنارة هناك، بعدها جيت هنا. هذا مثل المبنى، كافيه مهجور ما في حد، لا ما يخف المطر شوي. اسميها اجواء. يا مرحبا. مهجور كيف شي يا اخي، موقع استراتيجي، ليش ما يستثمروه؟ شوفوا ما في حد. موقع رقم واحد عالمي هذا اسمه، حتى اللوحة طايحة. بس هذا الهوتيل عجيب، هذا اللي بيسكن فيه وناسه. ما شيكته والله، هذا ما شفته الا يوم جيت الشاطئ. يبغونا نشيكه بعدين. والنهر طويل على امتداده، هذا كله هوتيلات منتجعات. يا مرحبا. الجو ما يصلح خلاص، وانا بيني وبينكم تعبت بعد وعي الفجر، فبنروح نريح نعطيها غدوه وسبحه ونقيل شوي. كان العصر كملناه ولا مره ثانيه؟ ما في نصيب عادي، هذا البحر قصدي النهر يعني كله واحد. يا مرحباكم، حياك الله. انا بيني وبينكم بجرب النغر، لكن هذا التايلندي قال لي ما يصلح النغر على النهر، على حسب ما فهمت منه. الدود، انا ادري ان الدود يصيد، فقاعد يحفر صوب الشير وحط طعم دود. بس انا نجرب النغر يا اخي، النغر مره ما يخيب. ما ادري كان كلامه صحيح، في البحر عادي وفي النهر لا، ما اعرف والله، ما عندي خبره في النهر، اول مره اصيد في النهر.
على كل حال حصل خير ما في مشكلة. تتعلم تتعلم. يا مرحبا بكم وشكرا على المشاهدة، حياكم الله واتمنى لكم يوم سعيد ان شاء الله. مرحبا بالساعة. طبعا انا الحين في طريقي العودة الى السكن. فشوفوا على مستوى النهر امشي. فبجرب البقعة هذه دام ان الشمس طلعت والمطر وقف. بجرب مال 10 دقائق. ما ادري اجرب ولا لا. اشوف واحد يصيد هناك بعد. خلني بجرب. حياكم الله. خلني اروح بعيد عنه. يا اخي عجيب الجو ما تعرف له. مطر شوي عقب شمس. ما تعرف كيف. خلنا نشوف. اظن التوقيت غلط. انا جاي في التوقيت الغلط. المفروض الصبح الفجر مع السمك توه يتريق شيء يتحرك هناك. لا سنارة الريال هذا فرخيطة. يلا خلنا نروح بعيد عنه شوي عشان ما يتشربك خيطي معي خيطي. بجرب مال 10 دقائق. طبعا انا في طريق العوده الى السكن. حياكم الله. طبعا هذا حصلته في الشنطه عندي، كنت اصيد به في ابو ظبي. هذا حصلت بعد بجلي ليت. صياد من يومي. زين نضبط الخيط ونجرب حظنا. بس اللي عنده خبره فلنهر لا يبخل علينا رجاء رجاء. تكفون يا جماعه الخير. انا ما عندي خبره في النهر، يعني ما اصيد الا في البحر، بحر المرفا ابو ظبي. وين بعد شليله، وين بعد رحت صدت بعد في هذا شو اسمه المحيط الهندي دبل فجيره. فرجاء يا جماعه اللي عنده خبره لا يبخل علينا يخبرنا كيف الطريقه نصيد. شوف انا الحين حاط هل صحيح الطريقه هذه او لا. الثقل هني والهذا. طبعا المفروض الثقل يكون تحت اللي اعرفه انا. طريقتي في ابو ظبي كنت احط الثقل تحت، بس هذا من الساعة واحد تايلندي على الشاطئ شفته ما ادري ليش يا اخي قال لي فوق وحط دودة. انا عندي نغر فبجرب، يمكن هذه طريقتهم هني في تايلاند. فبنشوف يا جماعة. شو الحين مضبوط؟ لا اوكي. زين ومني افتح القفل. يلا ما في مشكلة 10 دقائق نجرب. يا مرحبا. تايلندي محلي هني يصيد. ان شاء الله البقعة فيها سمك. هذا منتجه بعد كويس حلو. هذا بسوي لي جولة في يوم من الايام واشوف كيف اسعارهن عشان تحول من غرفتك على طول. يلا مرحبا. خلني اصبر عليها شوي. الصبر زين. الصيد يباله صبر. زين نعلق الجرس. اوكي.
يا مرحبا. طبعا ما صدنا سمك، ما ادري غلط في المدار، ربطة المدار، او لازم يكون الثقل يمكن تحت والمدار فوق اتوقع. على كل حال طلبنا غدا من الحين الظهر يعني، زين فبنتغدى نعطيها غدوة يا طويلين العمر ونشل سنارتنا ونرجع الهوتيل. طلبنا غدا دام ما في سمك والأمور طيبة إن شاء الله.